السلام عليكم. الشيخ فرحات معكم. يا الخوة لي فاكسان راه كاين موفر الفاكسان في كل مناطق تاع بلادنا، في لي بوليكلينيك، في السبيطارات، بارتو. روحوا فاكسينو، ما كانش حل واحد اخر. الحل الوحيد هو الفاكسيناسيون. الدول ديكم كبار فاكسينوهم وسهله، وين تروحوا يستقبلوكم بلا رونديفو بلا والو، يقدروا يستقبلوكم ويديروا لكم الفاكسان هكذا. وانا ني فاكسيني الي روتور الي روتور يا خويا. نخاف اللي خاف سلم. وكذلك الانسان لازم ياخذ دائما الاحتياطات تاعو، لا ديستانسياسيون، يغسل يديه، وخاصه لابافات. اما تهلاو في روحكم، ربي يدوم قصركم ويا من عاش ان شاء الله. بالتلقيح ضد كوفيد 19 تحافظون على حياتكم وحياة أقاربكم.